الكارت الأولى كارت مذهلة عزيزي. أنت إنسان، ما تنساش أنها قراءات للذكور والإناث، لذلك لا تبالي عندما أقول أنت جميلة أو أنت عزيزي حبيبي حبيبتي، هي قراءات للرجال والنساء للذكور والإناث. أنت عزيزي برج أنت شخص محبوب، شخص ودود، شخص ذكي ومتواضع، مثقف، حكيم، لكن متواضع، متواضع جدا. لديك ذكاء عاطفي، يعني وعيك عالي، أنت إنسان واعي. هذا الذكاء العاطفي يجعلك ترقى وتسمو كل يوم، ترقى وتسمو كل يوم. الله، أنا أقول ترقى وتسمو، هذه الكارت الروحانية، تسمو وترقى كل يوم، كل يوم أنت في نضج مستمر. أنت عزيزي أو أنت عزيزتي شجرة مثمرة، ثمارها ذهبية، ثمارها طيبة، أنت شجرة دائمة الخضرة، جميلة، روح جميلة، نقاء، صفاء، طاهرة. أنت خلق جميل، فكيف لن يحبك هذا الحبيب؟ كيف لن يحبك من حولك؟ لذلك الكثير من الشكر، الكثير من الثناء. أنت أراك تعتمد على الله، يعني سبحان الله، القراءة ديال الحمل كانت يعني فيها طاقات روحانية، روحية عالية بزاف، وهذا عادي سبحان الله، لأن أعتقد أننا كل البشرية عدنا أولا إلى داخلنا، وماذا بداخلنا؟ الرحمة الإلهية، الله، نحن دائما نقول الله في القلوب، وعدنا لقلوبنا، لأرواحنا، لجوهرنا الحقيقي، عدنا يعني اللجوء لله. أعتقد أننا كلنا، وعلى الأقل معظم البشرية لجأت إلى الله، كلنا في هذه الوضعية العالمية التي نعيشها، كلنا في بيوتنا. إذا أنت تعتمد على الله لأنه منبع السلام، تعتمد على الكون لأنه الكون هي الطاقة الربانية. من خلق هذا الكون؟ الله. وفي إطار آخر أراك شخص ذات معرفة واسعة، أنت تحترم كل الناس، تحترم كل المعتقدات، لديك تفكيرك الخاص. نعم، أنت تفكر أن لا شيء عبثي في هذه الحياة، أنت لا تتأثر فقط بما حولك، بل تسافر في عمق الروح والتفكير، تحاول أن تفهم ما يحدث في هذا العالم، لكن بطريقة، بفلسفة روحية، روحانية عميقة، جميلة بزاف. لا تصد لا لا, لا ليس لا تصدق، لا تصل إلى جواب مقنع، لأنك أنت في بحث روحي، بحث عميق. ليس هناك بالنسبة لك، ليس هناك حقيقة مطلقة، يعني أنت في بحث روحاني عميق. راك في خلوني نحط هذه الرسائل الملائكية الجميلة. السحر السماوي، الإلهام، طبعا هذه كلها طاقات، هذه رسائل سماوية، الإلهام السماوي والصداقة. ربما أنت في صداقة، يعني لديك رابط أو تواصل أو رابط صداقة مع الكون، مع الله، يعني هناك يعني سلاسة، هناك رابط جميل جدا بينك وبين الخالق، بين الرحمن. ودابا غادي نهضر على الحبيب، لأنها هي قراءة طاقية وكذلك عاطفية.
لكن اتركوني لأني أنا أبحث في أعماقكم وأرى أشياء جميلة. اتركوني أتكلم أرجوكم، وسنتكلم عن الحبيب. قلت أنك أنت تسعى للنمو والنضج الداخلي، لديك آراء مختلفة، أنت تهرب من البرمجة العقلية وهذا التنويم المغناطيسي الذي نعيشه جميعا، يعني تعرفون، واجتماعيا وهذه المؤسسات. المهم لا أريد أن أدخل في هذه المواضيع. المهم ربما أنت إذا كنت رجل فأنت ربما لا تحب كرة القدم، أن وعيك عالي. إذا كنت امرأة لا تحبين التلفزة والمسلسلات وهذه السذاجة. بالنسبة للرجال، يعني بالنسبة للرجال لمن لا يحب كرة القدم، هي بالنسبة لك معارك، معارك يعني بحال قدماء الرومان، يعني المصارعين عند قدماء الرومان، يعني بحال كرة القدم بالنسبة لك، هي نفس الشيء، يعني منافسة وعنف وسذاجة بالنسبة لمن لا يحب كرة القدم. وبالنسبة للنساء، إذا كنت لا تحبين المسلسلات ولا الأخبار، أنت ذكية، أنت لا تفعلين ما تفعله الأخريات، والذكور لا تفعلون ما يفعله الآخرون، يعني لديكم تفكيركم، vous êtes indépendant، يعني des penseurs indépendants، يعني مفكرون مستقلون لدي، وفي نفس الوقت عمق روحي جميل جدا. أنتم مميزون، أنت مميز، أنت ناضج روحيا. بالنسبة للحبيب أنت نور الشمس، أنت التوازن والمثالية بالنسبة لهذا الحبيب الذي تسأل عنه. أنت تعيش حياتك بحكمة سماوية بالغة، لكن أنت الأمل، بفضل ذلك أنت الأمل والفرح بالنسبة لهذا الحبيب. هو معجب بهذه الطاقة الغريبة الغامضة المقدسة، لأنك نادرة، لأنك نادر تؤمنين بقوانين مختلفة ليست من هذا العالم. الله، ما أجملها، ما أجملها من كارتات جميلة بزاف، جميلة. هذا الحبيب لا يعرف السيطرة على المشاعر. أحتاج للمزيد لكي أرى ماذا يحدث لهذا الحبيب، ولكي أرى طاقة هذا الحبيب. هذا الحبيب يشتاق إليك، شوف هذا الحبيب الناري، قد يكون برجه ناري، أسد، حمل وقوس. هذا الحبيب متمسك بك لدرجة الجنون، هذا الحبيب متمسك بك، لا يريد أن تفلت من يده أبدا أبدا أبدا، وهو ينتظر العودة. الله، شوفوا العودة، هناك عودة سريعة. هذا الحبيب ينتظر لكي يعود، ينتظر أن يراك من جديد. هناك لقاء، الله، يا له من لقاء جميل، يا له من لقاء جميل، شوفوا يا له من لقاء جميل. هذا الحبيب قد يكون كذلك هوائي، برجه ميزان، دلو وجوزاء، وقد يكون كذلك، نعم، المهم المهيمنة هي النارية والهوائية. هنا أرى لقاء جميل، لقاء من جهة ناري، نعم، ومن جهة أخرى عاطفي جدا، لقاء جميل، تفهموني. هذا الحبيب، لكن الآن طاقة هذا الحبيب حسب ما رأيته في هذه الكارتات الأولى، هذه تتكلم عن المستقبل والنهاية. هذا الحبيب الآن يشعر بالنقص، وكذلك يشعر بأنك صعبة المنال، لأنك تعرفين قيمتك. وهذا الحبيب حسب الكرت الأولى هي كرت المغرم،
الحبيب العاشق، العاشق المجنون، وكرت المجنون كذلك ظهرت لي، يعني العاشق المجنون هذا ينتظر فرصة ليعود ويحضنك يحضنك في أحضانه، تفهم؟ واخا ينتظر الفرصة لكي يفعل هذه الأشياء. هذا يحبك أنت لأن روحه تائهة مبعثرة بدونك، يعني حسب يعني كرت المجنون يعني طاقته هو أنه تائه ضائع بدونك مغرم. أنت بالنسبة لهذا الحبيب جوهرة نادرة أراه، طبعا كيف لا، وبعدما قلته في البداية أنك مميزة ومختلفون، أنتم مختلفون، هذا الحبيب أراه يطاردك. شوف هذا الفارس الذي لا يتوقف حتى يحصل على ما يريده وهو أنت، لكن أنت ربما تضعين له حدود أو شيء من هذا القبيل. أراك أنت يعني امرأة جادة مسؤولة، لكن هذا الحبيب يحبك كما تحب، هذا حب متبادل. هذا الحبيب يطاردك وربما أنت تهرب أو أنت تهربين، لا أدري ما هي الأسباب، ولا أريد أن أركز في الأسباب والمشاكل والعوائق، لكن الحب يسيطر على هذا الحبيب بطريقة قوية بزاف، وهذه المرحلة جعلته ضعيفا جدا، لأنه يريد أن تضحكي معه من جديد، أن تبتسمي له من جديد، أن تثقي في حبه وأن تهتمي به. هذا ما يتمناه هذا الحبيب، يشعر أنه محاط بالأشواك في المكان الذي يعيش فيه، وبجانبك الحياة كالحرير كالقطن، رغم العوائق، إذا كانت هناك عوائق فأنت أول وآخر حب في حياته. لذلك هذا الحبيب أراه لا يستسلم، لا يستسلم أبدا، لأن الحب أقوى، ويتمنى حياة. هذه الكارت كذلك تتكلم عن الزواج، عن الاجتماع الحبيبين. القدر يخبئ لكما تجارب كثيرة، هذا الحبيب سيتصرف بنضج ومسؤولية لأنك تحب الوضوح أنت، يعني والجدية كما قلت، أنت امرأة جادة، وهذا الحبيب سيتغير بفضلك أنت، بفضل حكمتك وذكائك وبفضل هذه الطاقة السامية، وسيأتي إليك كالمجنون. شوفوا قراءة جميلة بزاف. غادي نقرأ لكم رسالة أخرى. السلام. لا يهم أين أنت أو أين تكون أو ما تفعله، السلام الداخلي ممكن، يعني دائما ممكن، يعني دائما موجود بداخلك، كل ما تحتاج إليه هو الوعي، يعني أن ترفع وعيك وأن تفكر أن الحب والسلام سيأتيان. الله على رسالة شحال زوينة، وهذا صحيح سيأتيان، طبعا سيأتيان، وهذا ما قلنا. شوفوا العربة هي الحركة، وهذه كذلك تتكلم عن السرعة، عن الفارس الذي لن يتوقف حتى يصل إلى هدفه. كانت رسالة جميلة وقراءة جميلة، كنت منا لكم الخير، الصحة والسعادة والكثير من السلام، الكثير من السلام. كنبغيكم بزاف، أحبكم كثيرا، شكرا وإلى اللقاء، بسلامة.